مالها سلامتك. ما دام انا بندعي له ربنا هياخد بده. جعفر بيتهمك بتحريضه على قتل عزيز ابو ورده وحمود عبد العال. الله يسامحك. وانا هستفاد ايه يا بيه؟ لا يا شيخ، عشان تخفي عامله زمان. مش انت اللي خليتني اني وعزيزه عشان اكل وزينهم نشهدوا على حمود ان هو اللي سرق الساعات؟ ده جزاتي اللي مديت لك يدي يا جعفر. صحيح اتقي شر من احسنت اليه. أني إيه اللي بيني وبينك يا حمودة غير الود والمحبة؟ هو حد شهد صلحك غيري أني وخليه؟ يا سعادة البيه، جعفر بيقول إنك رتبت ده كله عشان تمنع حمودة من تكوين النقابة. النقابة اتكونت وخل حمودة رئيسها. أمال ليه بيتهمك أنت بالذات؟ عدم لمؤاخذة يا سعادة البيه، السؤال ده اسأله له هو. يخونك العيش والملح يا جعفر يا ابن فطنه. عندك اقوال تانية؟ الجول والامر ليك يا سعادة البيه. طيب امد على اقوالك. لا يا سعادة البيه. اوعى تصدق الملحوظ ده يا حمودة، ده غرقان وبيتلصم على قشاية عشان يتعلق بيها. انا طول عمري اخوك وحبيبك على الخير والشر. ازاي تفرج عنه يا بيه؟ ده هو الوحيد اللي يقدر يثبت براءتي، هو اللي يعرف مني سرق الساعات. مفيش أي سند قانوني. ما تبرز ذمتك وتقول الحقيقة. هي الحقيقة دي يا ست الوش يا ناس؟ المعلم عباس هو اللي قال لنا نشهدوا عليك. دي الحقيقة يا عالم، دي الحقيقة.